معايا انا صاحب العزومه. عجبكم ولا لا؟ انا هنا اللي انظم. ماشي يا احمد، روح مع فايز. شاديه تعالي معايا. يا ابني ما تغضب نصيبك وتخليك معانا على الخط. هقول لك اطلع بوانا قدامنا. يا ولا هي وانا شويه ولا ايه؟ صح، يلا يا رنا. يلا وانا هركب معاك في عربيه فايز. السلام ورحمة الله وبركاته. وجيه بيه موجود؟ لا وجيه بيه ولا الحاج موجود يا سعادة البيت. أمال مين اللي جوه؟ الدكتور سامي. طب أنا عايز أقابل. اتفضل يا سعادة البيت، اتفضل. ما لسه بدري يا عمي، ده لسه الشباب رايحين يصلوا. شباب بقى يا دكتور، يبقى سلم لي على بابا. جايز يكون ده بابا. يا ريت، على الأقل نسلم عليه ونبارك له. لا ده واحد ضيف، واضح إنه جاي يبارك. بس ده جاي متأخر قوي. السلام عليكم. مع السلامة يا عمي، شرفت ونورت. مع السلامة. مع السلامة. مع ألف سلامة. عم سيد أهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور سامي. مساء النور، اتفضل. لا أنا اللي عاوزك تتفضل معايا. خير؟ هو بابا مش كان معاك؟ وانا جاي لك بخصوص بابا. ماله بابا؟ جراله ايه؟ اسمعني بس يا دكتور، هو الحاج بعافيه شويه، طلب مني ما اكلمش غيرك وفي السر، وعاوز اشوفك. عافيه يعني ايه؟ دوخه بسيطه شويه. هو في البيت؟ لا في المستشفى. ايه مستشفى؟ عمي رد عليا، بابا جراله ايه؟ بالهدوه بس يا دكتور، هو كان عاوز الاستاذ وجيه، انا طلبت ما لقيتوش، قال لي نديل على سامي. على اذنك. على فين يا دكتور؟ هقول للحاجه طبعا، لو الدنيا كلها ما عرفتش هي لازم تعرف. ابوك ماله يا سامي؟ يا ماما صدقيني هو بخير. هصدق مين واكذب مين؟ انا ما بصدقش الراجل اللي اسمه سيد المولى دي، عمري ما جه من وراه خير. بيقول دوخه بسيطه ودلوقتي نشوف. دوخه بسيطه؟ اللي عنده دوخه بسيطه يوديه المستشفى ليه يا ولدي؟ تعالي هنعرف كل حاجه دلوقتي، اتفضل. معانا يا رب وشبور بخاطرك يا حي. أي ما ركباش مع الراجل اللي اسمه سيد المولى ده. يا ماما حضرتك هتركبي معايا. كلم أخوك وجيه في التليفون قول له يجي المستشفى، ما تخضوش. كلمته ما بيردش. كلمه تاني. حاضر. رد ولا لا؟ لو ما ردش كلمه من المستشفى. ما بيردش العربية. دوقته يا وجيه، رحت فين؟ يلا يلا يا رب استرها معانا يا رب. فين يا سامي؟ ابوك فين يا ولدي؟ اوضته فين يا عم سيد؟ الاوضه هنا يا استاذ سامي. لا لا استنى بس نشوف حد يدخلنا. يدخلنا؟ لا يحشونا عن الحج ولا ايه؟ مش ورا يا سامي. استني بس يا حاجه، لا يكون عنده حد من دكاتره جوه ولا حاجه. لو سمحت يا دكتور ممكن يدخلوا يشوفوه. اتفضلوا بس لو سمحتوا مش عايز كلام كتير. نشوفه الاول وبعدين نشوف حكايه الكلام اللي بيطلب ده. لا هيكممونا ولا هيقفلوا خشمنا. اهدي يا حاج. اتفضل. حيه سلامتك يا حيه. سلامتك يا ابو وجيه. الف سلام عليك يا حاج. الله يسلمك. ايه يا حيه حصل ايه؟ كل خير يا نعم الحمد لله. خير؟ فين الخير يا حيه؟ من فضلك يا ماما بلاش بابا يتكلم كتير. بلاش مش هتكلم. حاسس بايه يا حيه؟ ايه اللي تعبك؟ كويس الحمد لله مفيش حاجه يا نعم. عملت فحوصات يا حاج؟ عملت يا ولدي، قالوا لي قلب وجعني. قلبك وجعك كيف يا رحيم؟ من الدخان. من الدخان. فين عمك سيد؟ عايزه فيه؟ عايزه فيه تاني سيد المولى؟ راح فين؟ سيبه يروح يا رحيم، سيبه يبعد عنا. كل اللي احنا فيه ده في الاول وفي الاخر من سيد المولى.
ادي اخرة قعدتك معاه. انا خلاص هبطل الدخان. الدكتور قال لي بطل بكيفك بدل ما تبطل وغصب عنك. سامي كلم وجيه وما تخضوش، قول له ابوك عاوزك. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيت. سلامك يا استاذ. وجيب ايه؟ الجماعه مش جوه. يعني ايه مش جوه؟ الحاجه والدكتور خرجوا وقالوا لي اقول لك. خرجوا راحوا فين؟ وقالوا لك تقول لي ايه؟ ما اعرفش راحوا فين. وقالوا هيكلموا حضرتك في التليفون انت وبهجت بيه. يعني بهجت بيه مش معاهم؟ لا، بهجت بيه خرج مع الدكتوره شاديه، والدكتور وست الحاجه جالهم واحد بعربيه كلمهم وخرجوا جري وياه. جريوا؟ جريوا على فين؟ ما اعرفش. طب اللي جالهم ده قال لهم ايه؟ برضه ما اعرفش. طب روح روح لحالك روح. الو. ايوه سامي. لا ما انا ما كنتش في العربيه. ايه بتقول؟ ايه فين؟ طب هو حالته عامله ايه دلوقتي بجد يا سامي؟ لا لا لا، بهجت وشادي لسه ما رجعوش. طيب طيب انا جاي لك حالا. بهجت سيب عربيتك وتعالى معايا انت والدكتوره بسرعه. اجي معاك فين؟ تعالى الاول وبعدين اسال. يلا يا دكتوره. يلا يا بهجت. هو فين؟ بابا تعبان شويه، مش عايزين حد يعرف. مش تعبان للدرجه دي، هو في المستشفى ورايحين نطمن عليه. اتفضلي يلا اركبي. انا جيت ممكن اعرف فيه؟ اركب الاول بعدين هقول لك. يلا بقى. يا امي اهدي بس ما تقلقيش، هما بيعملوا له شويه فحوصات وان شاء الله كل خير. يا رب مش كل خاطر. يا رب. استاذ وجيه. نعم. هدي والدتك واخواتك، ابوك بخير. اتفضلي يا امي. اتفضلي يا عودي. بعدني عن الراجل ده بيني وبينه ربنا. تعالي تعالي اقعدي هنا لغايه لما يسمحوا لنا بالزياره. اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ هو حضرتك بتعيط عم سيد؟ يا ابني انا وابوك كنا اصحاب من قبل ما تتولدوا. اشهدت عمر. خد بيده يا رب، خد بيده يا رب. ربنا على سلامتك يا رحيم. الله يسلمك يا نعم. ازيكم يا ولاد؟ الحمد لله. احنا كويسين يا حاج طالما حضرتك في وسطنا. وسطيكوا كده في المستشفى. من فضلك يا حاج بلاش تتعب نفسك وتتكلم. لا يا دكتور، النهارده لازم اتكلم. طب بس ناجل حكايه الكلام دي لغايه لما تقوم بالسلامه. لسه هستنى لغايه ما اقوم. لا لازم تسمعوني يا اولاد. اتفضل يا حاج. وجيه
خلي بالك من اخواتك. بابا من فضلك يا بابا. شش. اسمعوني. جرير حيم، احنا ما صدقنا تبقى بخير، هتغمنا ليه؟ المكتوب يا نعم لازم هشوفه. بس ولادي لازم يسمعوا اللي نفسي اقوله. يا حاج، من غير ما تتعب نفسك، اخواتي في عينيا. ما كفاياش يا وجيه. اخواتك لازم يبقوا تحت جلدك. طبعا يا حاج. دول لحمي ودمي. اللي بينكم محدش يحس بيه واصل. خصوصا اعمامكم. انتوا عارفين المجروح منهم قد ايه. يا حاج ارجوك ريح نفسك. والبنات اخواتك البنات قبل الصبيان. امك يا ولدي، امك دي كوم تاني. بابا عشان خاطري ناجل كلام في المسائل دي. ما ينفعش يا ولدي، اللي بيجي معاده ما يتاجلش واصل. ان شاء الله يا حاجة ام لهم السلام. ان شاء الله يا سامي ان شاء الله. عارفين يا اولاد، انا نفسي اقوم ليها عشان ما عاوز امامكم يشوفوني وانا راقد الرقده دي. المرض ده بتاع ربنا يا حاج. صح يا دكتور، المرض بتاع ربنا، بس انا برضه ما عاوز امامك يعرفوا ان انا كنت راقد كده. روحني النهارده يا وجيه. حاج دي حاجه مش بايدينا يعني، ده اوامر دكاتره. لا روحني النهارده ان شاء الله ننقل المستشفى كلها على الفيلا هناك. حاضر حاضر، بس حضرتك استريح. ودلوقتي سيبونا شوية مع أمكم. جري يا أولاد، أمكم لسه على ذمة حلالي. أنت من صراف بقى يا جماعة، مش تطمنها كده يا حاج وتقول إن أنت لسه شديد؟ لا تطمن حتى الظابط، أبوك شديد قوي. يلا بقى. يلا. سامحيني أنا. أسامحك؟ أنا ظلمتك كثير. سامحيني يا بنت عمتي. كنت زعلانة ولا شايلة منك عشان أسامحك؟ ما شايلة صحيح أنا. جرير حي، أنا حتة منك. حتة مني. ويمين الله يرحيم، طول عمري حاسة إني حتة منك. زي ما كنت بنتك مش مرتك. ربنا يسترك يا نعم ويبارك لك في عيالي. طب قوم انت كده بالسلام، جد حيلك وقوم، وان شاء الله حتى تتجوز. تتجوز؟ اه تتجوز، مش واحدة يا رحي، ان شاء الله بدل الواحدة ثلاثة. جاي دلوقتي وتقولي لي اتجوز يا نعم؟ جرى يا راجل، قوم انت كده بالسلام وشد حيلك، وأنا اللي هختارها لك، هختارها لك نجاوة عين. أنت طيبة قوي أنا، بنت حلال. بتهرب بعينيك ليه يا رحيم؟ بص لي، بص لي عشان تعرف إني سامحتك. وأنا بين إيدين ربنا بتمنى ان انت تسامحني. صورتك هي اللي كانت قدامي، ما فرقتنيش طول ما نفس شدتني. حتى وانا بطلب من ان انت تسامحني كنت شايفك انت، ارجع اطلب منها تسامحني تاني. الحمد لله على السلامه. على قد ما كان نفسي اهم من السرير والمستشفى، على قد ما كان نفسي اشوفك، كان متهيألي انها طيب لو شفتك. كنت خدتك من يدك وطرت على مطرحنا لسه زي ما هو من ساعة ما فوت معه. عشان خاطر بلاش حكاية السجاير دي. مش انت لوحدك اللي قلت لك ده؟ حد تاني قالك؟ وبرضه قال لي عشان خاطر. مين جي بقى اللي قالت لك وليها خاطر عندك كمان؟ لا مش واحدة، ده واحد، واحد ظابط، كان ظابط بوليس ولا تبهشت. هو حصل له حاجة كفالة الشر؟
الو جود ايفنينج. I'm so sorry. Good afternoon. How are you? I'm fine. رسالة حضرتك وصلتني. أكيد طبعا وصلت الشركة. لا 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 طبعا احنا قبلنا بنفس الشروط. المركبة هتتحرك امتى من ديترويت؟ 3 ايام. طيب يبقى التحويل هيوصل لحضرتك بكرة ان شاء الله الصبح. 5 مليون دولار. ما احنا قبلنا بنفس شروط العقد. اوكي باي باي. قاعد اخبط يا ولدي وانت ولا انت هنا. اهلا اهلا يا حاج. اهلا اهلا. ايه يا حاج اللي مصارك لغايه دلوقتي؟ عاوز اطمن على ولدي اللي ما عاوز ينام ليل ولا نهار. دي شغل يا حاج ولازم يخلص. والشغل ما يخلصش في الشركه ليه؟ يا حاج انا قلت لحضرتك قبل كده ان في دول احنا بنتعامل معاها توقيتاتها غير توقيتاتنا خالص. يعني مثلا دلوقتي التوقيت في امريكا حوالي 8 العشاء، في اليابان بقى يا حاج تبقى مثلا 10 الصبح، والشركه بتاعتنا بتبقى قافله دلوقتي. تقوم تيجي تكمل الشغل هنا، يبقى شغل ليل نهار. اعمل ايه بس يا حاج؟ ما حدش يقدر يعمل الشغل ده غير انا. بالمناسبه يا حاج المكن بتاع المصنع الجديد هيتشحن من ديترويت كمان 3 ايام، يعني مثلا ولدي ما توجعش راسي، ربنا يعينك انت. والاهم من كده يعينك على نفسك عاد وترتاح وتريحني يا ولدي. أؤمرني يا حاج انا تحت امرك، بس ندخل في الموضوع دغري كيف ما بتقول. ما انت ما عاوزيش ادخل دغري ولا عوج. شوف يا حاج وبشكل عملي كده انا هقول لحضرتك تاني، الجواز ده استعداد يا حاج، وانا بصراحه مش مستعد دلوقتي لا ابقى زوج ولا باب. تبقى مستعد متى؟ اول ما الاقي بنت الحلال يا حاج هتلاقي بختي بيناديني. وكل اللي حواليك دول بنات حرامي يعني. ليه بس كده يا حاج؟ كل شيء بأوانه كيف ما حضرتك بتقول. يا حاج يا حاج انا مشغول دلوقتي بالمصنع، ده هيبقى اكبر توكيل في الشرق الاوسط. بعدها يا حاج ما تقلقش عليا. يعني انت هتفضل تشتغل كده يا ولدي ومعرفش الدنيا طعم؟ اجمل طعم للدنيا يا حاج هو طعم النجاح. وحضرتك كنت جاي لي علشان كده بس يا حاج؟ لا كنت جاي اقول لك اني مسافر سوهاج بكره. سوهاج؟ ليه يا حاج؟ رايح المنشاه اشوف ستك وعمتك. طب هتسافر لوحدك؟ لا هاخد بهجت معاي بعربيته الجديده. طب ليه يا حاج؟ ما كنت سافرته بالقطر ولا بالطياره لغايه الاقصر؟ لا يا ولدي انا عاوز ادخل المنشاه وهو جاري ببدله البوليس. هو فرحان بالعربيه وانا فرحان بيه. بتسوق عدل يا حضره الظابط؟ وانا بسوق عوج يا حاج. انت بتسوق عوج وبتتكلم عوج؟ عم تعالج ليه يا ولدي؟ انا جاي اتفزع في ايه؟ في ايه يا حاج؟ ده احنا لسه فتحناش. انت لسه هتفتح؟ يا ولدي يا ولدي ما تعاندش يا انزل واسوق انا. لا 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 خلاص يا حاج هنسوق عدل. يا ولدي ما عنديش وقت ظابط زين زيك. ممنوع. ممنوع التدخين، قطر، طيارة، مركب، عربية، ممنوع التدخين. قولي يا رحيم، أنت صدقت بخيت لما قالك إن أنا مت؟ لا ما صدقتوش. كنت عارف إن أنا عايش على وش الدنيا؟ كنت عارف. وقلبت الدنيا على وشها وظهرها كمان عشان ألقاكي. بعد ما قال لك علي مش كده؟ لا. من الأول خالص. من أول ما فوتي الجواب وأنا بلف على كل الموالد وسيد الملة كان معايا تعب معايا قاوسة. لو كنت عارف إنك في السوق كنت جريت عليكي وكسرت الباب. ما كنتش هتلاقيني. ليه؟ لأني سبت بيت عم الشيخ يونس، سبت سوق بحالها ورحت لحالي. تاني ليه؟ لأني أبقى ما عملتش حاجة. أنا بحبك يا رحيم ومقدرش أتجوز واحد تاني. أنا استكفيت بالشبكة اللي تدهالي. كانوا عايزين يتجوزوكي؟ محروس. مين محروس ده؟ ابن عم الشيخ يونس. كنا زمان وإحنا ساكنين معاهم كنت أنا عيلة وهو عيل، كان يقولوا حسنات لمحروس ومحروس لحسنات. كبرنا وكل حي راح لحاله وكل حاجة اتنست. لحد ليلة كنت مع وهيبة على سريرها كانت عايزة تسمع حكايتي وتشوف الخاتم
وعاوزاني أحكي عن صاحبي وإزاي حبيتك. صدقني أول ما خلعت الخاتم من صباحي حسيت زي ما أكون قلعت هدومي، ما بقيتش عارفة أقول لها إيه. الباب خبط وارتحت من الحكاية، بس ابتدت حكاية جديدة. افتح الباب يا وهيبة. حاضر حاضر هفتح اهو. حاضر حاضر. لبست الخاتم من هنا وارتحت، لكن مع اول صرخة الوهيبة حسيت ان ابتدت حكاية. محروس محروس. وهيبة محروس اخويا. ازيك يا وهيبة؟ محروس اخويا رجع يما. محروس اخويا رجع. يا ضنايا محروس يا حبيبي وحشتني. ألف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله على السلامة يا ابني. الحمد لله على السلامة. ازيك يا أمّا؟ الله يسلمك. ازيك يا بابا؟ وحشني قوي. أنا كنت عارفة إنه دخل الجيش من سنين، ما طلعش زي اللي ما طلعوش لما دخلوا قبل النكسة. كنت عارفة كمان إنه في السويس لسه ما رجعش حتى بعد النصر بتاع 73، وأول رجوع له كان الليلة بعد الحرب. انت عارف مين دي؟ حسنات. اللي ردم عليا في قلبه ابتدى يزرع من تاني في الداخل او الخارجة. كان نفسه يجيب لي كل حاجة، أي حاجة، بس أنا ما كنتش عايزة. كنت شبعانة من الدنيا واللي فيها. روحي، أنت نمت؟ سامعك يا حسنات، كملي. عجبك الحكاية؟ مش لازم تعجبني عشان أعرفها. تعال نعمين يا عمدة. تشربيها، هاتلي قهوة وشوفي الهانم تشربيها. الهلم تشرب قهوة. شوف الراجل الكبير ده يشرب ايه. تشرب ايه يا حاج؟ قهوة يا ولدي، ما احنا السهارة بتاع الليل واخره. ما فيش في راسه حاجة ولا على باله، ما حلتوش غير خلقاته والعصاية، باله مرتاح. انت بتحسده على خلقاته والعصاية؟ لا، على راحة باله. على كد البني آدم ما بيشيل، على كد ما بتحاسب الحسنات. لو أعرف كده كان كفاية الخلقات والعصاية. يا رحيم، لدرجاتي أنت تعبت في حياتك؟ كمل يا. عايز أعرف إيه اللي جرالك؟ أحكي لك كل حاجة، الطريق لسه طويل. قوليلي قوليلي حكاية ابن الفقي، على الأقل حكاية حلال. ما عادش فيها. أنا عملت زي عم دندراوي، ما حلتوش غير خلاجاته والعصاية. أما أنا بقى فرديت بمهري وشبكتي. أنت مش مصدقني؟ عارف لو ما صدقتنيش بعد العمر ده كله أنا مفروض أرمي نفسي من القطر. مصدقك يا حسنات. قوليلي طلبت للجواز؟ زي ما قلتلك أنا حكيت حكايتنا كلها لعم الشيخ يوسف. محروس بعد ما خلص الجيش بسنة اتعين، اشتغل سواق في مجلس المدينة. أول يوم تعيينه دخل عليا بطبق البسبوسة وقال لي الخير على قدوم الوردين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهدي حلاوة. ما هي حسنات وشها حلو علي؟ ايوه، بس دي وشها للنهار في وش الحلاوة. ولا انت ناسي انها بتشتغل في مصنع الحلويات؟ ما هي مش هتشتغل تاني بقى. ايه يعني؟ ايه بقى مش هتشتغل تاني؟ وانت محتاجة الشغل في ايه؟ يعني ايه محتاجة الشغل في ايه؟ هما الناس بيشتغلوا ليه؟ عشان تقول نفسي. وانت بصراحة مش محتاجة الشغل، انت محتاجة اللي عولك. ايه حضري نفسك انت وهيبي، انا عازمكم على قاعدة في النادي.
على حسابك يا حبيبي، احنا ولاية، ايدك مننا والارض. جرى ايه يا بنت يا وهيب؟ انا مش لسه جاي اني اعزمكم؟ ايه نسيتي ولا مش مصدقه؟ بصراحه مش مصدقه. لا 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 صدقي، انا هروح اغير هدوم واجي الاقيكم جاهزين. احنا جاهزين من دلوقتي. جرى ايه يا ست الحسن؟ هي السنارة غمزت ولا ايه؟ ها؟ اهدى ايه؟ زي ما يكون محروس اخويا رمى سنارته من 15 سنة وبعد السنين دي كلها غمزت. يلا يلا، تعالي نبص في وشنا في المراية نشوف الخلاك دي تستاهل تروح النادي ولا لا؟ لا استني بس، اصل انا بصراحة يعني لا لا، انت وشك ينفع تمثلي في السيما، انا بتكلم عن نفسي. يلا يلا، افتحي علبة الحلاوة دي ودوقينا حلاوة المحروس يا محروس. يلا واقفه ليه؟ غصب عني لقيتني ايدي رايحه على الخاتم اللي في صباعي. قلت يا بت بقى بعد كل ده اقلع شبكه روحي من ايدي والبس شبكه حد تاني. بامانه ربنا مبقتش عارفه اعمل ايه. انت لسه واقفه يا حسنات؟ يا بنتي لقينا مش لابسين يقوم يرجع في كلامه. يلا ما تعطليناش يا بنتي، احنا ما صدقنا ان ربنا هداه وفك عقدته وفك كيسه. تعال. يا وهيبه حاسبي على ايدي. ده انت اللي من يوم ورايح لازم تحاسبي علينا. عارفه فرحه ابويا وامي مش هتتقدر من يوم محروس اخويا ما دخل الجيش وهما بيتحايلوا عليه عشان يتجوز وهو مش راضي ابدا. في ليله لما عيطت له وقالت له نفسي اشوف ولادك يا محروس وهو ابدا، وسنه تفرخ في سنه ومفيش فايده. يلا سرحي شعرك، واقفه ليه؟ استني بس، طولي بالك طولي بالك. طولنا بالنا سنين. عارفه ابويا ارتاح امتى؟ في يوم ما قلت له انك مش متجوزه، قاعد يدعي في ربنا انك تكوني من نصيب محروس اخويا. ياه، يعني محروس مستنيني ارجع بعد العمر ده كله عشان اتجوز؟ اه صدقيني لما غصبنا عليه انه يتجوز جه في ليله وقال لي عارفه يا بنتي وهيبه انا لو خطبت واحده احب اخطب واحده شكل مين؟ قلت له شكل مين يا محروس؟ قال لي شكل حسنات. قلت له حسنات مين؟ لما فكرني قلت له ياه انت لسه فاكر؟ عارفه قال لي؟ قال لي هي حسنات تتنسي؟ حسيت ان الارض بتلف بيا. حكايه قديمه مش على بالي، حكاية أقدم من حكايتي أنا وإنت بسنين. أول ما فتحت شنطتي عشان أجيب المشط بصيت لقيت مهري في وشي، المين جنيه اللي اديتهم لي. حسيت كده إني بخونك. بقيت في وسط نارين، لا انا لاقياك ولا عارفه اهرب منك. امسح دموعك يا حسنات، انا لو عارف ان الفلوس اللي اديتها لك تصرف منها هتبقى مهرك وهتحرمك الحرمان ده، انا ما كنتش اديتك لا 100 ولا 5 ولا جايز كنت اديتك مهرك الصحات. كنت عايز تديني اكتر من 100 جنيه. مهرك الصح مال الدنيا كلها يا حسنات، بس انا ما املكوش. طب لو كنت تملكه كنت هتعمل ايه؟ كنت قسمته معاكي بالنص. انا النص وانت النص. انت النص واولاد النص. يا حبيبي هتبكي تاني ليه يا حسنات؟ بتحبش تشوف دمعتي؟ لو عليا انا احب اشوف حتى الدمعه في عينك، بس ما احبش حد غير يشوفها. خلي بالك قهوتك يا حاج. تشكر يا ولدي. اتنين قهوة مظبوط للعمدة. اتفضلي يا هاني. شكرا. اتفضلي يا عمدة. شكرا. ثواني اجيب لحضرتك الباقي. خلاص روح لحالك. ألف شكر يا عمدة، ربنا يزيدك من نعيمه. زادني كتير لغاية ما فاضل الكيل يتكب على الأرض كمان. يا
بهجت الدنيا كلها كوم وستك كوم تاني. يعني ايه؟ يعني ما تعملش ضابط على ستك، برا اعمل ضابط زي ما انت عايز. ستك لو شلت الطين ولايس بيه وشك ما تنطقش. وهتشيل الطين وتليس بيه وشي ليه؟ لو ليست وش ابوك مالك الصالح. الست دي هي الوحيده في الدنيا اللي من حقها نجري نبوس على رجلها قبل يدها. ده انت جاي تصالحها بقى يا حاج. يا ريت طلبه يا ولدي. عارف يا ضياء بهجت، لو قلبها رق وعودت معانا مصر لكل اللي تطلبه. ماشي يا باشا. مش انت اكبر باشا في الصعيد برضو؟ باشا بره يا ولدي، هنا اكبر راجل في الدنيا قدام امه ولا ابوه يبقى طفل رضيع. يلا يا ولدي يلا. شوفوا مين على الباب يا ام شلبي. حاضر يا حاج. السلام عليكم يا ام شلبي. عليكم السلام يا معلم. اتفضل يا حاج. الظابط ظابط؟ ظابط ليه؟ اتملي منه وانت تعرف مين الظابط ده. ام رحيم فين؟ جوه في اوضتها. ازيك يا ام شلبي؟ تسلم. ادخل يا ام رحيم. رحيم ادخل. ولا ما فيش ام بتبعد ولدها عن صدرها يا ولدي. تعال يا ضناي. كيفك يا ام رحيم؟ كيفك يا ام؟ كيف ما انت شايف؟ زينه بفضل ربنا. الحمد لله، نشكر ربنا ونحمد فضله. وحشاني وحشاني قوي يا ام. اشتقت لامك، اتوحشتك. مش انا وحدي، كلنا. تعال تعال قرب. مش وحدك اياك. طيب مين دي؟ مين؟ قرب يا ولا. ضابط. مين الضابط دي؟ ولدك مش كده؟ صح. ازيك يا ستي؟ تسلم لستك يا ضنايب. ما شاء الله ما شاء الله، طول عمرك هو اللي حتبقى ظابط. كنت اقول بهجت كيف عهد الزاد حيبقى ظابط، ربنا ما خيبش ظني. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر. عيني عليك باردة. اول ما تخرج وعلق الدبوره قلت له اول سفريه لازم تبقى لستك. ودخلته على سته يا حد. قل لي اذبح لك ايه يا بيه يا صغير؟ لا متشكر يا ستي. متشكر كيف؟ قل لي بدك ايه؟ هو ما بدوش ذبح، هو بده حاجه ثانيه. جاي وفي راسه حاجه ثانيه يا ام رحيم. اللي في راسه خليه في راسه، اللي في راسه انا هو اللي هيمشي. قل لي اذبح لك ايه؟ قل لي نحن ناكل على حسك. اي حاجه يا ستي. الحاضر. قل لي شيء حاضر. اسمع، اذبح لك ديك رومي وشويه حمام محشي بالفريك. اول ما تجي عمتك من برا اخليها تذبح لك. عمته فين امها؟ بتجباني بتزور ابوها وجوزها. قالت مادام ما فيش حد من الرجاله بيزورهم ازورهم اني كل يوم خميس اقرا لهم الفاتحه واسقي الصبار.